عبر الهاتف السفيرة صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، برحب بحضرتك. في البداية خلينا نبدأ من الخبر الأخير، وهو ظهور بعض الشائعات التي تقول أن هناك ضحايا وإصابات في صفوف الجالية المصرية، وأيضا من خلال أيضا البعثات، بالرغم من جهود الدولة المصرية في إجلاء طبعا الرعايا المصريين في السودان، والتي لاقت يعني استحسانا كبيرا، وأيضا مصر ترعى جميع الذين يتم إجلاءهم من خلال الدول الصديقة التي لجأت إلى الحدود المصرية. كيف ترى هذه الجهود؟ لا شك أن مصر يعني قامت بجهود قوية جدا، وكانت على مستوى ليس فقط الأجهزة المعنية في مصر، وإنما أيضا بكافة السلطات المختصة في السودان، وأيضا بالتعاون مع بعض الدول الصديقة، وليس فقط لإجلاء الرعايا المصريين هناك، وإنما أيضا ربما من بعض الجنسيات الأخرى. لا شك أن هذا الأمر يعني يعكس ليس فقط الجهد الكبير، وإنما أيضا الخبرة في هذا المجال، خاصة وأن هناك سوابق عديدة لمصر في هذا الصدد، وعلى النحو الذي في كل مرة يتم عودة الرعايا المصريين من كافة المستويات ومن كافة القطاعات المتواجدين في الخارج بشكل آمن وسالم، وربما أيضا بالسرعة المنشودة. نحن نعلم أن في السودان ما يقرب من حوالي 10,000 مواطن مصري، لا شك أن هناك منهم مكون عسكري ومكون البعثات الدبلوماسية ومكون في وزارة الري، ومن وزارة الري أيضا هناك بعثات من الطلاب في الجامعات السودانية، هناك أيضا نشاط لبعض رجال الأعمال. فإذا هذه الأمور كلها الحقيقة بتعكس أن هناك جهد قوي فيما يتعلق ب يعني عودة هؤلاء جميعا سالمين وآمنين وبشكل ميسر جدا من خلال ما أشرت إليه من يعني التنسيق والتشاور بين كافة الأجهزة المعنية في مصر، ومع نظرتها بالنسبة للسلطات السودانية، ومع أيضا بعض الدول سواء في الجوار أو دول خارج المنطقة. كل هذه الجهود لا شك موضع تقدير وموضع تثمين من جانب الدولة للمواطنين، وأيضا من جانب المواطنين للدولة. المواطنين يشعرون دائما بأن تواجدهم في الخارج عندما تكون هناك أزمة أو مشكلة، الدولة المصرية بتتحرك بالسرعة المنشودة وتوفر كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لعودتهم سالمين، سواء من مناطق تواجدهم ومناطق العبور حتى على العودة إلى القاهرة، وسواء كان ذلك بيتم برا أو بحرا أو جوا. طيب حضرتك ذكرت بالتأكيد أن مصر لديها خبرة كبيرة في أحداث سابقة، منها طبعا إجلاء المصريين من مناطق النزاع في عدد كبير من الدول التي يتواجد بها المصريون، منها ليبيا على سبيل المثال، أيضا سوريا، اليمن، أيضا أثناء الحرب الأوكرانية وأزمة كورونا، أيضا المصريين اللي كانوا موجودين في الصين. خلينا نتحدث بشكل محدد أكثر عن الطلبة المصريين، وهم أعداد كبيرة في ظل احنا بنتكلم عن ايام قليله تفصلنا عن الثانويه العامه. الدوله المصريه ايضا قامت بدور مهم جدا وبالتنسيق ايضا مع وزاره التربيه والتعليم التي قامت بانشاء لجنه مخصصه لهذه الاحداث بالتحديد، حتى يتم عوده الطلبه المصريين الى الاراضي المصريه واستكمال ايضا دراساتهم في الثانويه العامه. واضح الامر. طبعا النقطه اللي تفضلت بالاشاره اليها ربما لم ترد في حديثي، وهي أن ما يتم عودتهم من الخارج بيكون هناك أيضا ترتيبات خاصة بأماكن عملهم أو توظيفهم، وهذا ربما ينطبق على بعض العاملين مثلا في وزارة الري أو في وزارة الخارجية، لكن أيضا بالنسبة للطلبة، الطلبة في الجامعات السودانية بيدرسوا هناك، وفي مثل هذه الظروف عودتهم تتطلب أيضا تسكنهم في جامعات في نفس الكليات وفي نفس المستوى، وهذا أيضا جهد يعني تشكر عليه وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة التعليم العالي
وهذا طبعا بيتم بالتنسيق والتشاور مع كافة الأجهزة المعنية حتى يكون عودتهم آمنة وتسكينهم على النحو المنشود. لا شك أن هذه الأعداد كبيرة، لأن مصر لديها عدد لا بأس به في الجامعات السودانية، وأيضا ربما في بعض المدارس السودانية للجالية المصرية لأبنائهم موجودين معها. وأيضا فيما يتعلق حتى في يعني البعثات المصرية، سواء كانت بعثات يعني للدراسة أو بعثات للأزهر الشريف، وربما أيضا لبعض جهات أخرى، بتحتل اهتمام ورعاية عند عودتهم، ليس فقط بمجرد عودتهم بشكل سالم وآمن، وإنما أيضا لتسكنهم في مكان المناسب لوظائفهم أو لدراستهم. جهود كبيرة سيادة السفير توليها الدولة المصرية، تحديدا لو تحدثنا عن الجهود الطبية والإغاثية التي تقدمها لكل العائدين إلى مصر، سواء مصريين أو حتى من جنسيات أخرى، في ظل ما يشهده السودان من صراعات كبيرة جدا وفرار الألاف من السودان، كيف ترى؟ طبعا مصر لها دور كبير جدا فيما يتعلق بمجال الإغاثة الإنسانية، وربما أيضا بصفة خاصة مع السودان عندما تواجه أزمات طبيعية أو أوضاع إنسانية نتيجة عوامل طبيعية. لكن في المرحلة اللي بنتكلم فيها الآن، هذه الخبرة أيضا بتبقى موجودة ومتوفرة في عودة رعايا المصريين من الخارج إلى الوطن الحبيب. هناك رعاية طبية ورعاية إنسانية حتى يوصلوا بسلام وأمان، وتعامل أي مشكلة مرتبطة بالصحة أو حتى بالتعليم كما أشرنا بيتم معالجتها أول بأول، وبما هناك يعني استعداد ودراسة وتقييم لما يمكن أو هو مطلوب سواء في المجال الطبي أو في المجال في المجالات الأخرى بصفة عامة. هذا أيضا مسألة واضحة وملموسة في جميع المراحل التي تم فيها عمليات عودة لرعاية أو بلاء رعاية مصريين في دول إلى مصر أو إلى الوطن. طيب يا فندم، يعني لو تحدثنا عن أهم الإجراءات في هذه الحالة التي يتبعها الجانب المصري لعودة سواء المصريين أو حتى الجنسيات الأخرى، لو تحدثنا أن المصريين حيتم يعني توفير أتوبيسات خاصة ليهم للوصول إلى منازلهم في المحافظات المختلفة، طيب لو تحدثنا عن السودانيين الذين سوف يدخلون إلى الأراضي المصرية، أهم الإجراءات في هذا السياق في هذه الظروف التي يتم دخول فيها جنسيات أخرى إلى الأراضي المصرية؟ لا شك أن حتى بالنسبة للإخوة السودانيين عندما في مثل هذه الظروف لابد أن نتخذ بعض الإجراءات الاحتياطية أو الأمنية، وهذه أمر طبيعي ومطلوب، لأن مثل هذه الظروف قد نجد بعض المشاكل الناجمة عن اندساس البعض في وسط هذا هؤلاء العائدين، وقد يكون شخص له نشاط معروف وغير مرغوب، وبالتالي لابد ان يكون هناك تدقيق في عمليه العوده لكافه الرعايه، وهو امر طبيعي ويجب ان يتم، وبيتم بشكل يعني لا يعرقل ولا يبطئ من عوده الرعايه، وهذا من خلال توفير الاجهزه والافراد اللازمين لمثل هذه الأمور. أيضا بيتم أكيد التنسيق مع دول من رعاية الدول الأخرى من غير السودانيين، بالتنسيق معهم فيما يتعلق بإقامتهم وعودتهم إلى أراضيهم. أما بالنسبة للسودانيين فمن المعروف أن السودانيين عموما يتم معاملتهم معاملة المصريين، وأعتقد أن هناك ترتيبات بيتم إعدادها لتسكنهم ولو مؤقتا وبشكل يعني يتسم بالمعاملة الكريمة أسوة بإخوانهم السودانيون المقيمين في القاهرة، واللي بيقدر عددهم ما بين يمكن ربما 4 إلى 6 أو أكثر من مليون مواطن سوداني. طيب هذا في يعني على الجانب يعني
نستطيع أن نقول الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لحماية الرعايا المصريين أو غيرهم. طيب أيضا أدارت الدولة المصرية ملف هذه الأزمة بكل رصانة وهدوء أيضا على الصعيد السياسي من خلال طبعا دعوة للتهدئة ووقف إطلاق النار في السودان. كيف ترى الدور المصري؟ لا شك أن مصر بتلعب دور محوري فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، وفيما يبدو أن هناك تحركا نشطا وفاعلا بدأ منذ فترة، تمثل أولا في تحرك على المستوى الرئاسي وأيضا على المستوى الوزاري بالاتصال بقيادات سياسية في بعض الدول سواء في أفريقيا أو المنطقة العربية أو في أوروبا أو أيضا مع المستشار العام الأمم المتحدة. ومصر في هذا الصدد كان هناك موقف يتطلب طلبت ضرورة وقف إطلاق النار والتوجه إلى الحوار في إطار العملية السياسية واستكمالها على النحو الذي يمكن أن يتحقق معه تطلعات وأهداف الشعب السوداني. أيضا كان هناك تحرك على المستوى الثنائي مع كثير من الدول ومن أبرزهم جنوب السودان، وفي هذا الصدد بجانب ما طلب وقف إطلاق النار كان هناك طلب أيضا بإمكانية الاطلاع بدور وثيق. مصر أيضا تحركت بجانب تحركاتها على كافة مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول كبرى، تحركت بصفة خاصة في إطار الجامعة العربية، وفي هذا الإطار تم أيضا اطلاع الجامعة العربية بوضع آلية مستحدثة تمثل في السفراء العرب المتواجدين في الخرطوم كآلية عربية يمكن أن تلعب دورا مع كافة الأطراف السودانية ومع كافة الأطراف التي تطلع بدور وساطة. في هذا الصدد يمكن أن يقال أن مصر في تحركها على هذا النحو ربما يمكن أن يكون لها دور إيجابي وبناء ومحوري مع الرباعية الدولية التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية، باعتبار أن هذه الدول تشكل رباعية تطلع بدور وساطة، ويمكن لمصر وجنوب السودان وربما تشاد أقصد بذلك دول الجوار أن تنضم إلى هذه الرباعية. أيضا فيما يتعلق بالآلية الثلاثية يمكن أن تنضم الجامعة العربية إلى هذه الآلية، باعتبار أن الآلية الثلاثية آلية منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة، وينقصها دورا عربيا حتى يكون دورها متوازن ومتكامل. فبالتالي انضمام الجامعة العربية إلى هذه الآلية أعتقد أنه أمر مطلوب وجوهري. هناك أيضا حديث عن إمكانية أن تطرح مبادرة في هذا الصدد سواء من جانب مصر أو بالتعاون مع دول أخرى يمكن من خلالها التوصل إلى وقت إطلاق النار والتوصل إلى بدء المباحثات والنظر في الآلية في الاتفاق الإطاري بحيث يتم توسيعه بمشاركة أطراف أخرى مثل الكتلة الديمقراطية ومثل أيضا الكتل الدول المجموعات التي رافضة أو متحفظة. وأعتقد أن الجو مناسب جدا لهذا الانضمام، خاصة أن المواقف لكافة هذه المجموعات يكاد يكون متقارب فيقوم على أساس إبعاد الجيش عن العملية السياسية، وأن يكون المكون العسكري هو فقط القوات المسلحة، وأن الدعم السريع يجب أن ينحل أو ينضم. أعتقد كل هذه الأمور على ما يعني هناك توافق داخل المجتمع الدولي وداخل المجتمع السوداني على مثل هذه الأمور حتى لا يكون هناك أي تدخل خارجي ولا يكون هناك أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وألا تتدهور الأوضاع بما ينعكس على الأوضاع الأمنية في دول الجوار وفي منطقة البحر الأحمر. هذا أيضا بيقتضي أن كافة الميليشيات المتواجدة يتم أيضا دمجها وحلها، باعتبار أن هذا التواجد في ظل هذه الشرعية الثورية التي نواجهها الآن هي يجب أن تنحل ويجب أن لا يكون لها وجود في المستقبل السياسي للشعب السوداني. شكرا جزيلا لحضرتك السفير صلاح حليم نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية على كل هذه التفاصيل.